بعد 9 سنين شوفوك تقعد ملعب تيبل ميري، عندك ذكريات صغيره في ملعب تيبل ميري؟ بطبيعه عنده ذكريات وحاجه ما تنساش، يعني في البارماريس تقعد واحد العام هذاك لعب فينال شامبيونز ليك، يعني خلط مع السي اس اس للفينال ويحصل له شرف يلعب في جمعيه كبيره كيما السي اس اس. بديتي فرقتكم ليكيبات لكن انتم معكم المنتخب وعندكم ذكريات كبيره مع بعض. صحيح والله يا حمزه، معناها خويا قبل الكوره والكل، اليوم صحيح معناها الماتش هذا وفاء رجعنا تو اصحاب ان شاء الله ديما هكا، وان شاء الله البارتي مع جاي يفوزوا بهم، خسروا اليوم ولا غلب ليولي لازم تقول حاس عشرة عليه هذا اللي خويا كما قال هو هذا اللي كيف نسونا ديما مع بعضنا سيرتو انا وياه ومعلول عشرة كما تقول انت في التيرا، يعني يكونوا كل واحد يضرب على دربهم بعد الماتش، ناس كل اخوات وناس كل اصحاب ديما نحكي مع بعضنا حتى قبل الماتش ولا بعد الماتش ديما اخوات.